هل تريد فهم درس المالم في المستوى وإحداثية النقط؟ تابع الفيديو حتى الأخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نشرح فيه درس المالم في المستوى. أول شيء سوف نشرحه هو إحداثيات نقطة. أولا المعلم في المستوى، مثلا في هذا الشكل كما تلاحظون لدينا معلم، والمعلم هو عبارة عن مستقيمين مدرجين. إذا لدينا المعلم المستقيم المدرج الأول هو هذا المستقيم الأفقي، والمستقيم المدرج الثاني هو هذا المستقيم الذي رسمته بالأصفر. إذا بالنسبة للمستقيم الذي رسمته بالأحمر فيسمى محور الأفاصيل، والمستقيم بالأصفر مسمى محور الأراتيب. وبالنسبة للمستقيم بالأحمر فوحدة تدريجته OE تكون هي واحد، وواحد في محور الأراتيب هي OG. وإذا كانت المسافة OE تساوي المسافة OG فإننا نسمي هذا المعلم معلم متعامد منظم. إذا معلم لأنه معلم عبارة عن مستقيمين مدرجين، ومتعامد لأن المستقيمين متعامدين، ومنظم تعني أن OE تساوي OG. مثلا لنأخذ نقطة A، ما هي إحداثيتي النقطة A؟ نلاحظ أن النقطة A إسقاطها على محور الأفاصيل هو 2، وإسقاطها على محور الأراتيب هو 2. إذا نقول بأن إحداثيتي النقطة A هي 2 2. بالنسبة للنقطة C إحداثيتها أولا في محور الأفاصيل نكتبها كذا 5، وبالنسبة لمحور الأراتيب كما تلاحظون فإحداثيتها نأخذ الإسقاط العمودي نحصل على 1. إذا إحداثية النقطة C هي 5 1. إذا 5 1 تسمى زوج إحداثية النقطة C. نفس الشيء بالنسبة للنقاط الأخرى، مثلا على سبيل المثال إذا رأينا D إحداثيتي D هي 9 3. نبدأ أولا بمحور الأفاصيل ثم محور الأراتيب. بالنسبة لمحور الأفاصيل نسميه X، وبالنسبة لمحور الأراتيب نسميه المحور Y. إذا كما لاحظنا كيف نحدد إحداثيات نقطة. نقول إن المستوى منسوب إلى معلم متعمد OSG، النقطة O تسمى أصل المعلم OSG. إذا المعلم أصله هي النقطة O إحداثيتها 0 0. المستقيم OA يسمى محور الأفاصيل، والمستقيم OG يسمى محور الأراتيب. وحدة تدريجة المستقيم OA أي محور الأفاصيل هي OA، وواحدة تدريجة محور الأراتيب هي OG. وكما قلنا إذا كانت OE تساوي OG فإن المعلم OEG يسمى معلما متعامد منظم. ثانيا إحداثيات نقطة تعريف. إذا رأينا كيف نحدد إحداثيات النقطة. المستوى منسوب إلى معلم متعامد OEG، كل نقطة M من المستوى مرتبطة بزوج إحداثيات XM YM. XM هي إسقاط النقطة M على محور الأفاصيل، و YM إسقاط النقطة M على محور الأراتيب الذي سميناه ب Y. زوج إحداثيات النقطة M هو XM YM. XM يسمى أفصل النقطة M، و YM يسمى أرتوب النقطة M، ونكتب النقطة M ذات الإحداثيات XM YM. بالنسبة ل XM و YM سوف نعرفها فهي عبارة عن أعداد. تمرين تطبيقي. المستوى منسوب إلى معلم متعامد منظم OSG، أرسم معلم متعامد منظم OSG بحيث OA تساوي OG تساوي 1 سنتيمتر. إذن بما أن OA تساوي OG إذن لذلك سميناه بمنظم، يعني وحدة الأفاصيل تساوي وحدة الأراتيب. إذن أرسم معلم متعامد منظم ممثل عليه النقاط التالية: A أفصلها 2 وأرتبها 3، ب أفصلها ناقص 2 وأرتبها 1، إلى غيرها. ثالثا إحداثيات منتصف قطعة. إذا رأينا كيف نحدد إحداثيات نقطة أولا. إذا كما قلنا مثلا بالنسبة للنقطة O فإحداثيتها هي ناقص 3 و3، إذا أفصلها ناقص 3 وأرتبها 3.
سوف نكتبها بين قوسين ناقص 3 فاصلة، ونكتب 3 أي الأرتب هو 3. والآن نريد تحديد إحداثيات المنتصف. كيف نحدد إحداثية المنتصف؟ نعرف أن إحداثية النقطة A هي 2 2، وإحداثية النقطة B هي 6 6. كيف سنحصل على إحداثيات النقطة M؟ لاحظ هنا أن إحداثيات المنتصف هي 4 4، ولكن سوف نجد إحداثيات دون أن ننشئ المعلم وننشئ النقط. إذا كنا نعرف إحداثية النقطة A أو نقطة B، كيف نعرف إحداثية النقطة M؟ إذا كما تلاحظون هنا أفصول النقطة A هو 2، وأفصول النقطة B هو 6، وأفصول النقطة M هو 4. إذا قمنا بحساب 2 زائد 6 مقسومة على 2 سوف نحصل على 4 أي أفصول النقطة M. إذا يكفي أن نجمع أفصولي طرفي القطعة ونقسمها على 2 كي نحصل على أفصول النقطة M التي هي منتصف القطعة AB، ونجمع أرتبين ونقسمهم على 2 بنفس الطريقة سوف نحصل على أفصل النقطة التي هي المنتصف. مثلا هنا في هذه القطعة C-D أفصل نقطة C، أفصل نقطة C هو مدى هو 5، أفصل نقطة D هو 9، 9 زائد 5 14 مقسومة على 2 سوف نحصل على 7 الذي هو أفصل نقطة N وهي المنتصف. نفس الشيء بالنسبة للأرتب، أرتب نقطة C 1، أرتب نقطة D 3، 1 زائد 3 4 مقسومة على 2 تعطينا 2 الذي هو أرتب النقطة N. إذن يكفي أن نجمع الأفصولين ونقسمهما على 2، ونجمع الأرتبين ونقسمهما على 2. إذن الطريقة هي كالتالي: المستوى منسوب إلى معلم متعامد منظم OIG. إذا كانت M منتصف قطعة AB فإن إذن M منتصف AB، إذن XM أي أفصول نقطة M هو أفصول نقطة A زائد أفصول نقطة B على 2، وأرتب النقطة M هو أرتب النقطة A زائد أرتب النقطة B مقسمة على 2. إذن بكل سهولة نجمع الأفصولين ونقسمهم على 2، والأرتبين ونقسمهم على 2. نعتبر النقطتين A و B A 4 2 و B ناقص 2 3. حدد زوج إحداثيات النقطة A المنتصف القطعة AB بكل سهولة. كما قلنا سوف نجمع ناقص 2 زائد 4 أي 2 مقسومة على 2 تعطينا أن أفصول النقطة A هو 1، ونجمع 2 زائد 3 هي 5 مقسومة على 2 يعني 2.5 هو أرتب النقطة L. ولكي نفرق الفصيلة هنا مع فصيلة الزوج نضع فوق فصيلة الزوج نقطة. أنشئ الشكل، يكفي أن تنشئ معلم وتمثل عليه النقط، وسوف تلاحظ أن المنتصف هو النقطة L ذات الإحداثيات 1.5. المسافة بين نقطتين، كيف نحدد المسافة بين نقطتين انطلاقا من إحداثيتيهما؟ إذا كانت إحداثيتي النقطة A هي X A X Y A، وإحداثية النقطة B هي X B Y B، فكيف نحدد المسافة بين A و B؟ يكفي أن نحسب جذر مربع X B ناقص X A أي أفصل B ناقص أفصل A، أس 2 زائد أفصل زائد أرتب B ناقص أرتب A أس 2، ونضع الجذر. إذن هذه قاعدة يجب فقط أن تحفظها، وتضع مكان إكس بي أفصل بي، وإكس أ أفصل أ، وإيكغيك بي أرتب بي، وإيكغيك أ أرتب أ، وهكذا سوف تحصل على المسافة بين النقطتين أ و بي. تمرين تطبيقي، أحسب المسافة بين أ و بي. هنا لحساب المسافة بين أ و بي يكفي أن نعوض في القاعدة التي رأيناها، أ بي تساوي جذر ماذا؟ X B ناقص X A أس 2 زائد Y B ناقص Y A أس 2، أو كما كانت القاعدة. ارجعوا للقاعدة كي تشاهدوها وعوضوا مكانه. إذن هنا X A هو هذا ناقص 1، و Y A هو 3، وبالنسبة لـ X B هو 3، و Y B هو 2. عوض وحسب المسافة AB. بالنسبة لإحداثيتي متجهة، كيف نحدد إحداثيتي متجهة؟ مثلا هنا المتجهة AB لدينا 3 2 هما إحداثيتي المتجهة AB. كيف نحصل على 3 2 أي إحداثية المتجهة AB؟ كما تلاحظون انطلاقا من الشكل كيف حصلنا عليها؟ فقط نأخذ
هذا الإسقاط، ثم الإسقاط الآخر كي نحصل على إحداثية متجهة. ولكن إذا لم تكن لدينا متجهة، فقط لدينا إحداثية النقطة أو إحداثية النقطة بي، لكي نحصل على إحداثية المتجهة يكفي أن نحسب أفصل A ناقص أفصل B ناقص أفصل A، ثم أرتب B ناقص أرتب A كي نحسب أفصل وأرتب المتجهة AB. وللحصول على أفصل وأرتب المتجهة CD نقوم بنفس الطريقة، وكذلك بالنسبة لـ HS دائما نحسب أفصل النقطة التي توجد في الطرف هي الأولى. يعني مثلا بالنسبة لـ HC نحسب XS ناقص XH ثم YS ناقص YH وليس العكس، طرف ناقص الأصل. إذا نلاحظ هنا مثلا A هي 2 3 و B 5 5، إذا ننطلق من الطرف 5 ناقص 2 تعطينا 3 و 5 ناقص 3 تعطينا 2. بالنسبة ل C نفس الطريقة C D، وبالنسبة ل H S نفس الطريقة. سوف تحسبون أفصل الطرف ناقص أفصل الأصل وأرتب الطرف ناقص أرتب الأصل، وسوف تحصلون على إحداثية المتجهة. إذن كما قلنا، للحصول على إحداثية المتجهة AB نقوم لكي نحصل على الأفصل نحسب XB ناقص XA، ولكن نحصل على أرتب YB ناقص YA، ونكتب إحداثية المتجهة AB هي XB ناقص XA و YB ناقص YA، أو نكتبها بهذه الطريقة، إما نكتب الأفصل ونقطة فاصلة ثم الأرتب، أو نكتب الأفصل في الفوق والأرتب أسفله. مثلا في بعض المتجهات مثلا يمكن أن تجد إحداثية متجهة هي 2 3، تكتب 2 هكذا و 3 تحتها دون أن تكتب فاصلة نقطة فاصلة أو فاصلة نقطة. إذا تمرين تطبيقي المعلم متعامد ممنظم أو إجي، حدد إحداثية المتجهة AB إذا علمت أن إحداثية A هي 8 3 وإحداثية B هي 2 5. إذن هنا كما قلت لكم إحداثية AB، أولا نأخذ إحداثية B وننقص منها إحداثية A، يعني XB أي 2 ناقص 8، ولو أن النتيجة سالبة سوف تعطينا ناقص 6، و 5 ناقص 3 تعطينا 2. إذن إحداثية المتجهة AB هنا قلنا هي ناقص 6 و 5 ناقص 3 هي 2. وإحداثية المتجهة B في الحالة الثانية أجيب عليها بنفس الطريقة التي قلتها، فقط إحداثية B ناقص إحداثية A. هذه المتجهة AB تساوي المتجهة DC كما تلاحظون، لأن لدينا متوازي أضلاع. إذا لكي تكون متجهتان متساويتان يجب أن يكون لديهما نفس الإحداثية من طبيعة الحال. سوف نلاحظ رغم أنهما لا يوجدان في نفس المكان، ولكن لديهما نفس الإحداثيات، لأن هنا الأفصول هذه المتجهة هو نحسب هذه المربعات أي 1 2 3 4 5، والأرتب هو 4 أي 4 مربعات. نفس الشيء هنا، إذا حسبنا 5 مربعات وقمنا بحساب 4 في الأرتب، إذن AB 5 4 و DC 5 4 إذن متساويتان. إذن تساوي المتجهتين متى تكون متجهتان متساويتان؟ قلنا إذا كان لهما نفس الإحداثيات بكل سهولة. إذن نعتبر X هو أفصل المتجهة AB و Y أفصل المتجهة AB، X' أفصل المتجهة CD و Y' أفصل المتجهة CD. متى يكون المتجهتان متساويتان؟ إذا كان لهما نفس الأفصول ونفس الأرتب، أي X يساوي X' و Y يساوي Y', يعني يكون لديهما نفس الأرتب ونفس الأصول كي يكونوا متشابهتين. هنا AB و M هل للمتجهتان، حدد إحداثية النقطة N بحيث AB تساوي MN. إذن كما قلنا لكي تكون AB تساوي MN يجب أن تكون إحداثية AB تساوي إحداثية MN. أولا أفصل AB هو 3 وأفصل MN لا نعرف كم يساوي أفصل MN لأننا نعرف إحداثية N، ولكن سوف نقوم بحساب XN. سوف نبحث عن XN ناقص مدى XM الذي هو 4. إذن ونقوم بحساب XN بكل سهولة على
بإرجاع ناقص 4 إلى الطرف الثاني سوف نحصل أن إكس إن تساوي 7. بنفس الطريقة قلنا أن أفصول أب الذي هو 1 يساوي أفصول متجهة إم إن أي إيكريك إن ناقص ماذا؟ ناقص أفصول إم الذي هو 2. وإذا قمنا بإرجاع 2 إلى الطرف الثاني سوف نحصل على 1 زائد 2 أي 3 وهو أفصل نقطة إن. بالنسبة الآن سوف نرى كيف نحسب مجموع متجهتين أي إحداثية مجموع متجهتين. هنا إذا لاحظنا مجموع متجه AB زائد المتجهة AD يعطينا المتجهة AC. كيف سنحسب إحداثية المتجهة AC؟ إذا إحداثية المتجه AB هي 5 4 وإحداثية المتجه AD هي 2 ناقص 4. أما إحداثية AC فهي 7 0. فقط يكفي أن نجمع الأفصول زائد الأفصول والأرتب زائد الأرتب وسوف نحصل على إحداثية. هنا 2 زائد 5 7 و 4 زائد ناقص 4 تساوي 0. مجموع متجهتين قاعدة 3. كيف نحسب مجموع متجهتين؟ قلنا بحساب مجموع الأفصلين ومجموع الأرتبين بكل سهولة. إذا مجموع UF يساوي AB زائد CD أي سوف نجمع X زائد X بريم و Y زائد Y بريم لكي نحصل على إحداثية المتجهة التي هي مجموع المتجهتين. هنا لكي نحدد إحداثية المتجه AB زائد CD يكفي أن نجمع 5 زائد ناقص 4 تعطينا 1 و 1 زائد ناقص 1 تساوي 0. عندما تكون إحداثية متجهة أو أرتب متجهة هو الصفر يعني أنها أفقية، وعندما يكون أفصلها يساوي الصفر يعني أنها عمودية. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو. نشكركم على المتابعة ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تزور قناتنا والضغط على جيم وطرح أسئلتكم في التعليق لكل من لديه أي سؤال أو شيء آخر. ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على بارتاجي تحت الفيديو. ومرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب بروفارنات التي سوف تجدون فيها جميع دروس الإعدادي ونصائح وأشياء أخرى سوف تستفيدون منها. شكرا لكم مرة أخرى وإلى فيديو آخر إن شاء الله.